طبعا حلو، عبارة عن كيكة بالجيلي والكريم كراميل، يعني حاجة جديدة مختلفة هتعجبكم إن شاء الله. مقادير الكيكة الأول، الكيكة الواحدة بيضتين، كوباية سكر، نص كوباية سمنة، كوباية وربع دقيق، نص كوباية حليب، لبن حليب، معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، مليانة يعني تبقى عالية، فانيليا واحدة أو اتنين لو انتوا عايزين، ونقطة لون أحمر عشان أنا عايزة أعمل الكيكة لون الفراولة. ممكن لو ما عنديش ألوان ممكن أحط نص باكو جيلي أحمر مع الكيكة دي بدل اللون. تاني هقول الكيكة من تاني، بيضتين، كوباية سكر، نص كوباية سمنة، كوباية وربع دقيق، نص كوباية لبن حليب. ليه بقول حليب؟ علشان في ناس بتفتكر اللبن هو الزبادي، انتوا عارفين المسميات بتختلف من بلد عربي للتاني، فالحليب اللي هو اللبن بتاعنا احنا المصريين. معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر، فانيليا، ونقطه لون احمر، وزي ما قلت لكم مفيش اللون الاحمر ممكن نحط نص جيلي فراوله الباودر بتاعته مع الكيكه. طبقه الكريم كراميل انا هعملها بطريقه سهله قوي، اربع بيضات، علبتين لبن مكثف، واحده كبيره وواحده صغيره، واحده 400 مللي وواحده 300 مللي، وباكو فانيليا بس. اربع بيضات، علبة لبن مكثف كبيرة وعلبة لبن مكثف صغيرة وباكو فانيليا. طبقة الجيلي هستعمل اتنين باكو جيلي فراولة. يبقى تاني طبقة الكريم كراميل أربع بيضات، علبتين لبن مكثف اللي هو الحليب المكثف المحلى طبعا، واحدة 400 مللي وواحدة 300 مللي، أنا محتاجة 700 مللي لبن مكثف، وهستعمل باكو فانيليا. طبقة الجيلي عبارة عن باكوهين جيلي فراولة أحمر. الجيلي هدوبه في تلات كوبايات مش في أربعة، يعني هحط على الباكوهين الجيلي كوبايتين ميه سخنه يدوبوا، بعد كده ازود كوبايه ميه بارده واحده، يعني الباكو الجيلي هياخد كوبايه ونص ميه مش كوبايتين عشان يبقى اجمد معايا. اول حاجه هحط الكيك، هضرب السمنه مع السكر، شكلها هتشوفوها في الاخر شكلها فظيع، حلو قوي، وهتلاقوا الولاد يحبوها قوي. هحط الفانيليا والبيض واروح ضرباهم مع بعض، يبقى البيض والسكر والسمنه هضربهم مع بعض. إيه احنا محتاجين نشغل ده يا احمد؟ اهو اشتغل اشتغل الحمد لله كده، اهو هضربهم كويس، وبعد كده اهو هضيف بقيه الحاجات في نفس الوقت ده. انا هعمل ايه بقى؟ بالمضرب السلك كده هبتدي اضرب اللبن المكثف مع البيض. كده اهو ولا كده؟ كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. واحط شوية فانيليا. كده اهو، هضرب اللبن المكثف مع البيض، هضربهم جامد وخلاص. كده اهو بقى ده خليط الكريم كراميل. المهم ان البيض يمتزج كويس جدا معي. انا هنا اهو بقى هحط اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، بيكنج باودر واللون الاحمر. لو مش عايزه تعملي لونها احمر مفيش مشكله، بس هيبقى لونها زي لون الكريم كراميل، فانا عايزاها تبقى مختلفه، علشان كده اللي افضل انك تعمليها حمراء علشان تبقى طبقات. هوريكم في الاخر شكلها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو وادي الدقيق، طبعا لازم انزل الحراف بتاعت العجانة عندي، انا ممكن اقفلها وانزلها وارجع تاني اشغلها. بحيث لونها ايوه فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم حضرتك؟ اه اتفضلي يا نية. ممكن اسالك على حاجه؟ اتفضلي. ممكن اسالك على طريقه الكنافه؟ الكنافه بالايه؟ بالمكسرات ولا بالجبنه ولا بايه؟ اللي هي بالجبنه. عينيا يا حبيبتي. اللي هي النابلسيه؟ جبنه الموتزاريلا. اوكي من عينيا. كده خلاص
انا عايزه اقفله، يا ريتني اقفله. بجيب القالب بتاعي، يفضل شكلا انه يكون مخروم النص عشان لما اقلبها يبقى شكله حلو. انا دهناه بزيت بس، وبعدين بصوا هحط فيه الكريم كراميل اهو بقلب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده اهو. وبعدين هحط عليه الكيكه. الكيكه احنا عاملينها مش حمراء، بينك. ادي عايزين نستكشف اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طبعا هما هيختلطوا مع بعض بس في الفرن هيفصلوا زي قدره قادر، شبه طريقه قدره قادر شويه. بس بصوا هي لونها بينك والكريم كراميل اصفر، فايه لما تستوي هتبقى حلوه قوي كده اهو. ما تحاوليش ان انت تقلبيها، ما تحاوليش انك تعملي فيها اي حاجه، هي بيبقى شكلها كده اهو. ولما تتحط في الفرن هحطها على حمام ميه. مهم جدا اي حاجه فيها كريم كراميل، اي حاجه فيها تشيز كيك، اي حاجه فيها بودنج طريه تتحط في الفرن لازم يتحط تحتها حمام ميه. يعني حمام ميه، اجيب صينيه اكبر منها ميه سخنه وادخلها في الفرن. بحطها في الفرن على 180، بتاخد لها حوالي ساعه الا ربع حسب حراره فرنك. وبعد كده بطلعها وعلى النار بمشيها بسرعه كده علشان تفك واقلبها. بصوا انا هوريكم هيطلع شكلها الاول ازاي. دي اول خطوه عندي في الكيكه، بقلبها بتبقى كده اهو اصفر واحمر. خلاص انا قلبتها من القالب بتاعها. برجع اعمل ايه؟ باخد القالب بقى اللي انا قلبتها منه، بنضفه كويس، وبحط فيه شويه جيلي من اللي انا عاملاه، واحطه. وانا حطيته في الفريزر عشان كده عمل البابلز دي. هديك فاصل حالا. بحط الجيلي يجمد، انا حطيته في الفريزر حوالي 10 دقايق جامد معايا. دي شويه صغيرين من الباكوهين الجيلي، وبعدين بروح حطاه تاني عليها. بصوا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، واروح مرجعاها خلاص كده اهو. انزلها اوكي. بصوا هي بعدت ازاي عن الحراف، هي انت لو تجيبها لنا من فوق هتبقى باينه اكتر. عليت بسبب الجيلي وبعدت عن حراف القالب، علشان كده هقدر اصب عليها بقى الجيلي براحتي كده اهو. اروح صب الجيلي كده اهو علشان يغطيها بالكامل من جوه، يعني احاول اخليه حواليها. انا مش محتاجه الجيلي اسقي بيه الكيكه، انا محتاجه ان حوالين الكيكه يتملي جيلي عشان لما اجي اقلبها بعد كده تبقى الكيكه كلها مغلفه بالجيلي. بصوا اهو كده اهو اوكي. وبعدين بحطها في التلاجة، تتحط في التلاجة لغاية لما تجمد وبعد كده نقلب. احنا هنروح